يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يذكر الصديق لصديقه هذه الكلمة: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذتك خليلا؟ هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع الله، خاص بالرسول مع الله. أما بين الناس فلا مانع أنك تتخذ خليلا، والصحابة اتخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا. قال أبو ذر: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة قال: لي خليلي رسول الله. إنما الرسول هو الذي لا يتخذ من الناس خليلا، أما أن الناس يتخذون بعضهم بعض أخلاء أو يتخذون الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا، فلا مانع من ذلك. نعم.